بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نبدأ وبه نستعين. هكذا أشواطنا تتواصل مشاهدينا الكرام، شوط المحليات انتهى لكن الإثارة لم تنتهي. حاضرة في صباح هذا اليوم نزف التهاني السالم بن سعيد بن بنانة، نهنيه على فوز الحذرة بالمركز الأول، 10.7 ثواني سجلت لمسافة 6 كيلومترات. تهانينا له الناموس والتهنئة موصولة لحمد بن فايل الزرعي مضمر. أيضا الحذرة والحقة قدمت عرض ممتع للجمهور في اللحظات الأخيرة لحامد بن ناصر النعيمي وحلت في المركز الثاني. شوط المهجنات شوط لا يقل اهتمام. اليمامة تفتتح الإذاعة صاحبة العوايد صاحبة الإنجازات، تنطلق إلى المركز الأول اللي عودتنا تقوم راس وتنتهي راس بتوقيت مميز بشعار سيف بن جعفر بن مرخان بقيادة سعود بن علي الحبسي. المركز الثاني يا مرحبا بسعادة أحمد بن سلطان الحلامي مالك الطيارة، وصلت وخذت المركز الثاني. هذا شعار موج حاضر في المركز الثاني، شعار سعادة أحمد بن سلطان الحلامي متواجد ومتابع أبو محمد لهذا السباق ومتابع للطيارة اللي حاله في المركز الثاني. المركز الثالث وين الثالثة؟ بنخر شوي كان أخذ المركز الثالث. الثنتين منفردات، انفراد تام وانفراد كلي. يا سلام، الإمامة معودتنا ولها تاريخ وشعار الحلامي خطير للغاية، لكن بنخر وبنشوف من حاضر في هذا الشوط. يا سلام، حاضر للمنافسة وحاضر للتحديات ونتمنى التوفيق للجميع. وصلت هذبة مبارك بن أحمد بن سويلم، من يقدم هذبة؟ وصل بن بنانة، اهنيه الخطير. وصلت مذيار أحمد بن سعيد بن بنانة، وصلت مذيار خذت المركز الرابع في هذه اللحظات. شعار بن بنانة شعارها الزعبيل حاضر وخطير للغاية. وصل لهني بن خيرة، وصل شعار المهيب سيف بن سهيل بن خيرة العفاري. يا سلام، يتقدم بهوايل، هوايل موقعها المركز الخامس، المركز السادس بنشوف الضبي ماجد بن سالمي بن كردوس، والسابعة البشرقي مبارك بن سالم بن سهيل بالشرقي مع الطاغية موقعها المركز السابع أو الثامن. المركز التاسع وصل بن منانة سالم بن سعيد. يا سلام، هذه قطنة سالم بن سعيد بن منانة، شعار الحذرة صاحبة الشوط الأول. يمكن المتحدي يضيف شوط المهجنات مع المحليات ويذهب بالسلام إلى أهالي زعبيل، ولا غريب إذا فعل ذلك. المركز العاشر نكمل النداء بظن أحمد بن سعيد بن بنانة، حاضر بهذا الشوط وحاضر باسم ثنائي واسمها ظن، موقعها المركز العاشر. هكذا النداء، هكذا المسار، عود به يا أحمد يا الزميل العزيز، عود به ولحقني اليمامة، لحقني اليمامة. وين اليمامة يا أخواني؟ اليمامة انفردت، اليمامة تحافظ على موقعها الصحيح منذ بداية الشوط، ما ترضى إلا بالمركز الأول كتهديه أبو محمد سيف بن جعفر بن مرخان. يا سلام، هذه النجمتين المميزين اللي يعرفها للتاريخ، شعار سيف بن جعفر بن مرخان مسيطر على ظهر اليمامة، أخر شوي ما شاء الله عليها، يافلة منفردة بالمركز الأول الانفراد التام. سيف بن جعفر بن مرخان حاضر بالشوط الأول، شوط المهجنات الأصايل هذا الشوط اللي مفتوح لها. شوط المحليات يكون في المقدمة، أما شوط المهجنات تروح فيه اليمامة ومسيطرة على المركز الأول. الخطورة من الطيارة لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي في المركز الثاني. يا سلام الطيارة خطيرة على اليمامة. من اللي قادم؟ انتصف المدى، 3 كيلومترات راحت، 3 كيلومتر تبقت من المسار. من يبغي الناموس يغترب
واللي يبغي يجهز له راي آخر للاحتفال الرسمي اللي قام في الإمارات الشمالية الثنتين فردا، وهم تجهيز لغير على ما أعتقد تجهيز، كلهم يبغون الرموز، كلهم يبغون الرموز ويبغون المهرجان. وصل هني، وصل السفير شعار سالم بن سهيل بالشرقية العامري. يا سلام يا سلام يا أبو سهيل، يا سلام يا أبو سهيل، لابد من العودة لهذا الشعار بإذن الله تعالى، ويعود سالما غانما إلى أرض الوطن بمشيئة الله تعالى. نتمنى لها الشفاء والصحة والعافية والعمر المديد. يا سلام، تشوقنا لهذا الشعار المميز، شعار هوايل، شعار سالم بسهيل بالشرقي العامري، حاضر في المركز الثالث. المركز الرابع لأحمد بن سعيد بن منانة، يتقدم ويأتينا إلى المركز، إلى المركز الرابع. يأتي بمذيار المتحدي يقترب سالم بن سعيد بن منانة بأسمين قطنة ومزاج. موقعهن الخامس والسادس. أما السابعة لسيف بن سهيل بن خيرة العفاري تتقدم، واسمها هوايل. نكتفي لأن اقتربنا من بوابة الاثنين كيلومترات اللي تفصلنا عن خط النهاية، وبنعود إلى المركز الأول. أدعس وروح، وخلك مع مقدمة الشوط الكيلو وين النهايين. تفصلنا عن خط النهاية بقيادة اليمامة. اليمامة لا زالت متسيدة إلى عرش الصدارة منذ بداية الشوط وحتى هذه اللحظات. سيف بن جعفر بن برخان إلى المركز الأول، تقود المسيرة بمتابعة أحد الشباب المضمرين سعود بن علي بن عبد الله الحبسي. يتابع أبو علي يركز، وأيضا دير انتباهه من شعار سعادة أحمد بن سلطان الحلامي اللي في المركز الثاني على ظهر الطيارة. لابد من هجمة الحلامي عند الأمتار النهائية. المركز الثاني ثالث بالشرقي، سالم بسهيل بالشرقي مع الطاغية، تقترب شيئا فشيئا الطاغية، وشعار المتحدي يقترب بثلاث أسماء. يا سلام، يبي يسجل الحضور في مهجناتنا الأصايل. لكن اليمامة زادت من السرعة، وحتى هذه اللحظات هي القايدة للمسيرة اللي سيف بن جعفر بن مرخان. يا سلام، ما تعرف إلا التوقيتات الخيالية. أقلعت اليمامة، توها سارت ما شاء الله، انفردت، زادت من السرعة، حست بالخطورة. لسيف بن جعفر بن مرخان، هناك محمد ينتظر السلام في زعبيل مع اليمامة. اليمامة على الصدارة، تحركت الطيارة، حرك الطيار الحلامي. الله 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 الله، هذه الهجمة القاتلة عند الكيلو المتر الأخير. عبرت عبور الكرام، أصبرت 5 كيلومترات بالمركز الثاني، لكن الكيلو المتر الأخير ما ترضى بالمركز الثاني. استلمت المركز الأول الطيارة لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي. يا بالشرقي، يا مرحبا يا أبو سهيل. بدت الملامح. هذه الطاغية، سالم بسهيل بالشرقي العامري يهجم على الحلامي عند الكيلو المتر الأخير بقيادة أحد الشباب المضمرين حمد بن سالم بسهيل بالشرقي العامري. روح يا السفير. الله، الطيارة بعدها عند الخطورة، لكن الطاغية سالم بسهيل بالشرقي العامري. الطيارة لسعادة أحمد بسلطان الحلامي هي المنافسة. يخطط بسلطان كي يستعيد المركز الأول في الأمتار الأخيرة، لكن السفير متمسك بالقيادة. سالم بسهيل بالشرقي العامري على الصدارة. الطاغية تفعل ما تريد على أرضية ميدانها. تهانينا نزفها لسالم بسهيل بالشرقي العامري. مشكور يا أبو سهيل، مشكور. سلام يا السفير، يحضر بشوط المهجنات. تهانينا لسالم بن سهيل بالشرقي العامري، والتهنئة لمبارك بن سالم بن سهيل، والتهنئة لحمد بن سالم بالشرقي على فوز الطاغية بالمركز الأول. المركز الثاني لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي. وفي المركز الثالث
وين الثالثة؟ الثالثة لسالم بن سعيد بن بنانة لقتبي. وفي المركز الرابع، المركز الرابع ننتظر المركز الرابع لسالم بن سعيد بن بنانة، المركز الخامس لأحمد بن سعيد بن بنانة. نشوف التوقيت، الله يتحطم التوقيت. تسلم يمينك يا أبو سهيل، الأرضية ثقيلة وغير ثقيلة، ما يعرف غير التوقيتات الخيالية. 9:57 تهانينا لسالم بن سهيل بالشرقي العامري، نهنيه على هذا الفوز، على هذا الانتصار.